أخلاق آل البيت، أخلاق آل البيت. أعطيت مثال الحسين ولا الأربعينية، جينا من تونس وجينا من شمال البيت، فما كنا نتصور وما كنا يعني تدخل بالخاطر أو بال ما وقع وما نرى. حتى الأطفال حتى الأولاد يقوموا بخدمتنا، يعني انت تمشي في الطريق تسلي يقول لك هل 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 تحبش نقضي لك حاجه، هل انت محتاج حاجه، هل انت، والله العظيم يعني بالتونسي بالتونسي وقفتولنا الدعم. واحد وقف يعني كذا من الكرم ومن الاخلاقيات ومن الادب ومن الضيافه ومن اللين ومن الاخلاق عاليه، وهذه هل شد هذهم اخلاق اخلاقهم اخلاق اهل البيت، اخلاق اهل البيت. وزيدي اكد لنا حبنا للحسين، ونرجع الحسين وسنتكاثر، لأنكم انتوما أعطيتوا مثال الحسين ولا الأربعينية، هذاك نجي ونعاودوا وإذن الله. الله يحفظك. أنا يعني الحمد لله اللي الله جعلنا بأن إحنا نكون إن أثر لزيارة الحسين. الحمد لله اللي إحنا أبناء الشعب العراقي، اللي خلانا الله سبحانه وتعالى نكون سفراء حقيقيين لسيد الشهداء أبي عبد الله، رغم التسليط الإعلامي الكبير على العراق ويريدون أن يحرقوا هذا الشباب الحسيني. وكل سنة وكل عام إحنا ننظر إلى مئات الآلاف من الرسائل الملغومة لأبنائنا وشبابنا، لكن تجد تأتي زيارة الأربعين وعاشوراء شهر محرم وصفر تنسف جميع رسائلهم اللي أرسلوها إلى شبابنا والأموال اللي مدوها، وهذه الأموال العظيمة الكبيرة القاعد يصرفونها. وأنت تدرون إحنا لو تعلمون من ذلك الزمن، أنا في ذلك الزمن زمن البعثي كان هو مسيطر على الزيارة وقتل ودمار، وعلقوا أبنائنا على المشانق ولم نترك زيارة الحسين. كانت عدة طرق نمشي بها